خلونا نعرف تفاصيل اكتر. معانا دلوقتي الاستاذ عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان. مساء الخير يا استاذ عمرو. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني الواحد بينبهر والله لما بيشوف بسرعه كده بنتحول من القبح الى الجمال. اولا عايز اعرف تفاصيل بقى، يعني الناس لما بتشوف الحاجات الحلوه دي بتنسى ايه اللي حصل، لكن احنا كنا فين وبقينا فين، والمشاكل والعراقيل اللي تعرضتم لها عشان توصلوا لهذا الشكل المتطور جدا والجميل. تمام يا فندم، بشكر سيادتك المقدمه الجميله اللي حضرتك قلتيها، ربنا ويعني عايز حابب بس يعني الساده المشاهدين يسمعوا الصوره الكامله علشان يعرفوا يعني الحكومه بتتحرك في انهي اتجاه. المشروع جزء من مجموعه مشاريع كبيره حيز مشروعات اطلقتها الوزاره بالتعاون مع المحافظات، محافظه القاهره، مشروع من 5 مشروعات هو تطوير طبعا منطقه بحيره عين الحياه اللي كانت بتتكلم عنها او عين السيره، بالاضافه لاربع مشروعات اخرى عملاقه بتتم في القاهره بالتزامن مع بناء العاصمه الاداريه، وان شاء الله متوقع مع انتهاء يعني انتقال الحكومه للمكان ده يكون ان شاء الله القاهره بجميع معالمها التاريخيه اللي يفخر بها المصريين كما كانت في القديم. فعندنا مشروع اخر تطوير منطقه مجرى العيون وممشى اهل مصر اللي هو كورنيش جديد، مرحله 36 كيلو على كورنيش جديد في القاهره، وتطوير ميدان التحرير، وتطوير منطقه مثلث مازديرو. طبعا حضراتكم كلكم تعرفوا يعني ايه اللي بيحصل دلوقتي هناك في مثلث مازديرو، والمشروع العملاق اللي بنتكلم عنه النهارده اللي هو تطوير منطقه بحيره عين السيره او عين الحياه. ده طبعا على مخطط كبير هو ربط الجميع المناطق التاريخيه الانيقه اللي كانت فيها مصر دايما وباستمرار. المشروع اللي بنتكلم عنه ده بس لوحده هو جزء من عده مشروعات في منطقه السلطات. هي بحيره عين السيره بنتكلم حوالي 101 الف متر مسطح، حضرتك تخيلي بحيره زي كده بالجمال ده، بحيره طبيعيه فيها مياه كبريتيه كانت مدار سياحي بيتعالج منه كل السياح الاجانب في مصر. فمع الوقت والاهمال تحول لمنطقه عشوائيه كان فيها سكان عايشين في منطقه خطيره بيتعرضوا لخطوره يوميه. طبعا الصرف الصحي بالكامل كان بيتم في البحيره دي بشكل ما او باخر. المنطقه تحولت لمنطقه عشوائيه غير بيئيه وغير ادميه بالمره. الوزاره بدات في نهايه العام، يعني استاذ عمرو المنطقه وكمان البحيره اكيد كمان كانت باظت خالص. بالضبط يا فندم، من البدايه كانت المرحله الاولى اللي هي تطوير المنطقه العشوائيه اللي كان فيها اهالينا اللي عايشين في المنطقه، وتحويلهم لاماكن بديله ادميه يعيشوا فيها. وبعدين بدانا طبعا في موضوع تكريك البحيره اللي هي مصدر الجمال في المكان. صحيح، تكريك البحيره نفسه وتطويرها وتطهيرها. وطبعا كان في زيارات متعاقبه للدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان على مدى الشهور اللي فاتت، ونوابه المهندسين النواب الوزير للمشروعات القوميه والبنيه الاساسيه علشان يحطوا حلول سريعه ازاي ننقي البحيره تاني ونرجعها لطبيعتها البيئيه اللي كانت موجوده. وفي نفس الوقت كان في شركات شغاله بتنفذ المشروع اللي هو تطوير المنطقه المحيطه بيها، وطبعا متحف الحضاره والمطاعم والكافيهات لو تطلع على البحيره. وطبعا حضراتكم لو يمكن بتعرضوا دلوقتي الصور قبل التطوير وبعد التطوير الموقف كان عامل ازاي. عندنا بنتكلم في تطوير البحيره، تنقيه الميه، احلال تربه نظيفه حوالين البحيره، عمليه تكريس بتدبيش لتعميق البحيره عشان نطهرها من الملوثات اللي كانت موجوده فيها فترات طويله، اعمال نسج حفر كانت موجوده شلناها، واعمال حفر كانت موجوده تربه عاديه. يعني زي ما حضرتك شايفه في تسويه بتحصل، هيتعمل جميع الانشطه المحيطه البحيره، منطقه ثقافيه، مسرح مفتوح، يعني نافورات راقصه ومضيئه ليلا، وفي طبعا جزيره صناعيه هتتعمل في النص، هيتعمل عليها مطعم ومنطقه حديقه نباتات نادره استوائيه هتكون موجوده في المكان ان شاء الله، وطبعا بالاضافه لبعض الانشطه المصاحبه، وطبعا متحف الحضاره. وده كله بينطوي تحت مظله مشروع كبير لتطوير منطقه الفسطاط اللي هو هي حديقه الفسطاط الترفيهيه اللي حوالين البحيره، حديقه الفسطاط التاريخيه. بنتكلم حضرتك في قصبه الفسطاط بس 326 الف متر مسطح، ده مكان حفريات الفسطاط اللي كانت موجوده قديما بيتم تطويرها برضه. حديقه الفسطاط التاريخيه اللي كان كل المصريين بيسمعوا عنها زمان وكان برضه اتقفل لفترات طويله، دي من ضمن بنتكلم حضرتك في منطقه واحده بيتعمل فيها 13 مشروع قومي عملاق لتطوير منطقه الفسطاط. وطبعا الطرق والكباري اكيد علشان هيتم تاهيته من الناس توصل بسهوله. بالظبط يا فندم، زي ما كنت شايفه في كام كوبري اتعمل في المنطقه للتوصيل للمكان نفسه للاماكن السياحيه. احنا يعني مش بنتكلم في مشروع واحد في منطقه واحده، كنا بنتكلم في 5 مشروعات لربط، هيتعمل طبعا شبكه ربط كهربائي، مواصلات حديثه، هيتعمل ربط بشكل ما او باخر للطرق المحيطه بحيث ان سهوله الوصول للمنطقه ان شاء الله، ان دي منطقه هتبقى عامره بالانشطه السياحيه ليلا ونهارا. فبالتالي طبعا بيتعمل جراج سطحي وجراج تحت الارض، وبتعمل منطقه فنون ترفيهيه موجوده في المكان بالاضافه طبعا لكل الانشطه اللي قلنا عليها. حاجه تفرح والله يا استاذ عمرو. امتى بقى هنروح، يعني شوقتنا، امتى هنقدر نروح ونزور الاماكن الجميله دي؟
حضرتك احنا طبعا شغالين في المرحله الاولى من المشروع اللي هي بتبقى حوالي بنتكلم في حوالي 16 فدان بين الجزء حوالي 65 فدان في المشروع. بنتكلم ان شاء الله على بدايات عام 2021 او شهر 6/21 ان شاء الله تكون مفتوحه البحيره بكل يعني الخدمات المتاحه وبكل الانشطه اللي اتكلمنا عنها، بالاضافه طبعا للمنظر البديع للبحيره اللي هيكون في المنطقه اللي هيستمتع بيه كل سكان القاهره والمحافظات المجاوره وهيستمتع بيه كل زوار المنطقه. طبعا كنا بنتكلم على المتحف القومي للحضاره وكان في مقترحات لاكثر من انشطه تمام ان شاء الله تخش في مراحل ثانيه اللي بعد كده، لكن ان شاء الله المرحله الاولى باذن الله يتم اطلاقها في بدايه 21 ومنتصف 21 ان شاء الله يقدر الناس تستمتعوا بالجمال اللي بيحصل في المنطقه دي. طب بس هي هتكون برضو مزار سياحي، يعني ممكن للسائحين ان يتحط في البرنامج بتاعهم ان هم يكونوا موجودين هناك؟ ده من ضمن المخطط الاقتصادي يا فندم، الدراسه الاقتصاديه اللي اتعملت في المشروع انه يتم عمل ربط ما بينها وبين اقرب المطارات واقرب المحطات السياحيه الموجوده. حضرتك عارفه القاهره هي محافظه ممتده وفيها العديد من المناطق التاريخيه الموجوده، فبالاضافه لان هيبقى في يعني بحيره عين السيره حضرتك بنتكلم على خطوات قريبه جدا في مجرى العيون بيتعمل هناك برضه مشروع عملاق هناك، وفي نفس الوقت اقرب بكثير جدا بشبكه الطرق الحديثه اللي اتعملت في القاهره سواء شرق او غرب القاهره قريبه جدا لجميع الاماكن اللي يقدر يوصل منها اي سياح سواء مصريين او اجانب. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان.